بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى ولم يتركهم عبثا، ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليبين للناس أنه خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم سبحانه وتعالى ليبتليهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنجاح في هذا البلاء يكون بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بهما فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، في صحيح مسلم يقول الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو يحدث أحد تلامذته، يقول له: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ الإمام الزهري تكلم مع أحد التلامذة، يقول له أحد الرواة، يقول له: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ وانظر إلى فطنة الإمام الزهري، وانظر إلى ما يريده الإمام رحمه الله، بل هو أكد على ما يريده حتى لا يدع الاستنباط للناس. ولماذا جمع بين هذين الحديثين تحديدا ولم يحدث بأحدهما ويترك الآخر؟ قال له: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أما الأول وبنفس السند عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه في المعاصي. رجل أسرف على نفسه في المعاصي حتى إذا قرب الوفاء جمع أولاده وقال لهم: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح أو في البحر. روايات كثيرة للحديث ملخصها أنه طلب من أولاده أن يحرقوه، أن يطحنوه، أن يسحقوه، وأن يذروا، وأن يعني يلقوا بالذرات الباقية منه إما في الريح، وفي رواية نصفه في البحر ونصفه في الأرض، على روايات كثيرة. الشاهد أنه فعلوا ذلك استجابة لأمر والده. فقال الله سبحانه وتعالى للأرض: أدي ما أخذت. وفي رواية أنه سبحانه وتعالى قال لكل شيء أخذ منه شيئا: أدي ما أخذت. لو الحوت التقم شيء، وسمك التقط شيء، وحيوان التقط شيء، انظر الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، ولو كان مثقال ذرة. فقال الله سبحانه وتعالى للأرض: أدي ما أخذت. فقام بين يديه، فقال له الله سبحانه وتعالى: ما حملك على ما صنعت؟ ليه عملت كده؟ قال: يا ربي خشيتك، أو في رواية مخافتك، فغفر الله له. ثم قال الزهري وأيضا عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإمام الزهري الحديث الأول بقوله: أسرف على نفسه في المعاصي. فحتى لا يتوهم الإنسان أن المسرف على نفسه في المعاصي الأصل أنه دائما ينجي، فقال في الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة أيضا من بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى أدخلها النار في هرة، هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، ماتت من الجوع، ماتت من الضعف. فقال الزهري بعد أن ذكر هذين الحديثين قال رحمه الله، قال ليه قال الاثنين مع بعض؟ ليه الإمام الزهري لما بيجلس المجلس يحدث بالحديث الأول ثم يتبعه بالحديث الثاني؟ قال لئلا يتكل رجل ولئلا ييأس رجل، لئلا يتكل رجل ولئلا ييأس رجل. أحدث بالحديث الأول لئلا ييأس رجل، أحدث بالرجل الذي أسرف على نفسه في المعاصي ولكنه كان يحمل خشية الله بين جنبيه، كان يخاف من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي دفعه على هذه الوصية العجيبة. قال خشيتك يا رب أو مخافتك يا رب فغفر الله له. فلئلا ييأس رجل إذا أسرف على نفسه في المعاصي وأراد أن يتوب، ولئلا يتكل رجل عشان ما حدش يغتر، بس أنا بعمل أعمال صالحة قد يدخله الله النار والعياذ بالله في أمر لا يتخيله. تخيل لو أن هذه المرأة بعثت وسئلت أي الذنوب تتوقعين أن يكون فيه سبب هلاكك؟ تخيل لما المرأة تسأل هذا السؤال، قال لها افتكري كده تاريخ حياتك، قولي 60 سنة. تخيل مثلا قول 60 سنة، كان أعمار بني إسرائيل كانت تعمر، قعد تخيل 60 سنة بيقول لها افتكري ذنب قد تدخلين به النار. يعني أقصى ما تتحاول، ما تحاول أن تتخيله المرأة إن هي مثلا آذت فلانة، إن هي أخرت الصلوات، يعني ده لما تحاول تكون في قمة الزهد والورع بعيدا عن إنه ممكن تتذكر معاصي أخرى عظيمة أو كبيرة، فتفاجأ أن الذنب الذي تلقى بسببه في النار هذه الهرة. تخيل الحسرة وهي بتستحضر مشهد ان هي دخلت هرة، يعني امر قد يعني لا يعبأ به الانسان. ده ممكن واحد ماشي بالعربية بيلعب، شاب بيلعب، يخبط القطة دي عادي جدا، بيعبث لمجرد العبث فقط، او بيلعبوا بيصطادوا لمجرد امر عابر للضحك. فلما تستحضر هذه المرأة هذا المشهد شوف الحسرة التي تكون فيها هذه المرأة. فمن فطنة الإمام الزهري رحمه الله أنه حدث بهذين الحديثين لئلا يتكل رجل ولئلا يأس رجل. وكذلك فعل ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري، البخاري روى عن ابن مسعود أيضا لما كان بيذكر كان أحيانا يجمع بين حديثين. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه، المؤمن شايف ذنوبه إزاي؟ كيف يرى المؤمن ذنوبه؟ كأنه المؤمن قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، يعني المؤمن شايف ذنوبه على أنها جبل ضخم، هذا الجبل يكاد أن يسقط عليه. انظر إلى محاولة الفرار من جبل يسقط عليك، هكذا محاولة المؤمن للفرار من ذنوبه. المسعود بيحاول يجيب لك تعبير قلبي ومشاعر قلبية للمؤمن الحق لنظرته تجاه الذنوب. ده لو انت لو ماشي في الشارع حاجة بس تقع عليك ورق بيقع أو غسيل بيقع تطلع تجري، حد بيخاف، أي شيء بيسقط من فوق فيه مهاب الإنسان بيخاف. تخيل جبل يكاد أن يسقط عليك، تتحرك إزاي؟ فرار. والمنافق يرى ذنوبه كأنه الذباب، هو شايف حاجة وحشة، يعني هو المنافق مش شايف ذنوبه إن هي مثلا شيء سيأتيه بالعسل الطيب ولا إن هو زهرة طيبة، لا هو شايف حاجة وحشة، بس حاجة وحشة عادية، يعني كأنه الذباب، محدش بيحب الذباب، كل الناس بتكره الذباب، كأنه الذباب وقع على أنفه. وكمان هو عمل حاجة غلط، هو شايف إن وقع في شيء خطأ عادي، بس إيه اللي حصل يعني؟
قال بيده هكذا، عادي عمل الزواج كده فطارد، يعني عادي يعمل معاصي وبعدين يتعامل مع المعصية بكل بساطة، عادي إيه اللي حصل يعني، ما تكبروش الموضوع. ده النصف الأول من الحديث. فممكن حد يسمع النصف الأول من الحديث يقول أنا ما عنديش المشاعر دي، طب والبلاوي اللي أنا عملتها، طب إذا كان المؤمن بيرى الذنوب طب أنا حالي إزاي؟ ثم يكمل ابن مسعود ويقول لله أفرح بتوبة أحدكم، لله من أحدكم كان على رحلته بأرض الفلاة أو كان في مهلكة. الحديث المشهور، الرواية المشهورة، إن رجل كان في صحراء ثم فقد القافلة وكاد أن يهلك وكاد أن يموت، ثم استظل بظل شجرة حتى ينتظر الموت، فإذا به يرى الدابة قد عادت والأكل قد عاد، فأخذ بخطامها وكان في شدة الفرح حتى أنه أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يبقى ابن مسعود بيصور فرح الله، حديث ذكره المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسعود هنا بيذكر مشاعر المؤمن تجاه الذنوب ثم يعطيه الأمل. ما الذي يمنعك من التوبة مهما بلغت من المعاصي؟ والله يفرح بتوبتك. ذلك روي في الأثر حينما دخل على ابن مسعود رضي الله عنه، الذي روى هذين الحديثين كما في البخاري، روي في الأثر حينما دخل عليه في لحظات موته ابن مسعود وبيموت، قالوا له ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. فقالوا له وما تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي. استمر ابن مسعود على الجمع بين الخوف والرجاء حتى الموت. بل في رواية صححها الشيخ الألباني في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت في النزع، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على واحد شاب وهو بيموت في لحظات الموت الأخيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ حاسس بإيه؟ إيه أحوالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الحريص على أمته، خايف على هذا الشاب في يعني أشد المواطن، فقال له ذلك الشاب المسدد، قال له أخاف ذنوبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف. القضية كيف يعالج الإنسان نفسه، كيف يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء؟ أنت مطالب بذلك. القضية لما بيغلب شيء على آخر، إذا بلغ الخوف لدرجة القنوط وإنه يتحول الإنسان، مفيش فايدة، مفيش أمل، أي معصية عملها مفيش منها توبة، مفيش أمل. ثم تكون النتيجة ماذا؟ الإغراق والإسراف في المعصية، أو الإنسان يفعل ما يشاء وما بدا له من معاصي ثم يقول سيغفر لي. الخطورة الإنسان يسير إلى هذا الاتجاه، أقصى هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. كيف يعالج الإنسان نفسه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى عن رجل يصفه الله سبحانه وتعالى عن مثال لأهل الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عباده قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. مين اللي ربنا بيقول عليه كده؟ يعني مين اللي ربنا بيقول إنه هو خايف وبيرجو؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة مين ده؟ أمن هو قانت آناء الليل جمع بين العبادة والوجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو خايف إنه ما يتقبلش منه. بدأ الإنسان لابد أن يتعلم كيف يجمع بين الخوف والرجاء. إذا وجد نفسه غلب عليه الخوف وإن هو بدأ يصل إلى مرحلة القنوط، فيبدأ يذكر نفسه برحمة الله، فرح الله بتوبته. ثم إذا وجد نفسه يستغرق في المعاصي والمباحات واللهو واللغو ولا يوجد في حياته طاعة، ولا توجد طاعة في حياته، لابد أن يخوف نفسه. لكن العلماء لما تكلموا في الجمع بين الخوف والرجاء، منهم من قال في حال الصحة الشباب والفتوة والصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض واقتراب الأجل يغلب جانب الرجاء، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فقالوا إذن عند لحظات الموت إلى أن الشيطان يأتي يقنط الإنسان في هذه اللحظات،
خلاص في لحظات النزع الأخير يأتيه الشيطان يقول له أنت مش هتقبل، مفيش أي طاعة أنت عملتها هتقبل. ففي هذه اللحظات يغلب الرجاء، لكن في لحظات حياته وأثناء الصحة يغلب جانب الخوف، ولكن لا يصل إلى مرحلة القنوط. إذن كيف نجمع بين هذين؟ لابد لكل إنسان وأن يكون أدرى بنفسه. المؤمن الكيس كما قال الإمام البيهقي في كلمة رائعة، قال هو الذي لا يغدر نفسه، يعني مش اللي هيضحك على نفسه. أحيانا إنسان بيغدر بنفسه، هو اللي بيعمل كده في نفسه، بيضحك عليها، يقول استمري، يغدر بمن؟ طب انت ممكن تضحك على الناس، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ عرفت تضحك على الناس، عرفت تبرر لنفسك. طب يوم القيامة حينما يقف العبد بين يدي الله ثم يقرره الله بذنوبه، وإذا كيف يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء؟ وما فين يعني فين المشكلة؟ المشكلة بتحصل عندنا فين؟ المشكلة إن أحيانا بيكون عندنا تصورات خاطئة، يكون عندنا تصورات خاطئة، أو إن الإنسان يصل والعياذ بالله إلى مراحل مذمومة في حياته. يعني لما أنا مطالب أكون أجمع بين الخوف والرجاء وتمر علي لحظات أغلب جانب الرجاء وتمر علي لحظات أغلب جانب الخوف وأحاول الجمع بينهما كما ذكرنا في الآيات وفي الأحاديث وفي غيرها، فين المشكلة؟ المشكلة أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة اللامبالاة في معاملته مع الله، هو لا شاغل باله أصلا لا بقضية الخوف ولا بالرجاء، هو عادي عايش حياته عادي جدا، هو لا يفكر في هذا الأمر. يعني في ابن مسعود بيقول المؤمن بيرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يسقط عليه، والمنافق يرى ذنبه كأنه الذبابة وقع على أنفه. هو لا يرى ذنوبه ولا طاعته شيء، هو مش شاغل باله أصلا، هو عايش وسط الحياة عادي، الحياة بتدفعه دفعا، يصحى يروح الشغل يرجع ينام يشوف العيال، الحياة بتدفعه دفعا لا يفكر أصلا. ذلك لما بدأت والعياذ بالله تلك الظاهرة الخبيثة قضية الإلحاد وتنتشر بين الناس، فبدأ بعض المهتمين بالملف ده يشوفوا إيه سبب الإلحاد، هل في شبهة؟ فوجدوا أنه قلة من الشباب اللي بيلحد بسبب شبهة، ثم هل بسبب أنه تعرض لابتلاءات هو لا يفهمها، فوجدوا أيضا أن هناك عدد أعلى لكن مش هو الأغلب بيلحد بسبب أنه تعرض لابتلاءات لا يفهم الحكمة منه، ثم فوجئوا أن العدد الأكبر الآن من الملحدين أنه غير مكترث أصلا عادي، هو مش فارق أو لا يفكر في الدين. يعني مش مثلا أنا عندي شبهة في القرآن أو أنا حصل لي ابتلاء، مش هو لا يفكر أصلا، هو الحياة بتدفعه دفعا، بيتولد بيكبر بيدخل الحضانة خش المدرسة بيدور على شغل بيتجوز بيخلف عادي، هو عايش حياته بتدفعه دفعا لا يفكر لا يكترث، فبيصل إلى حالة من اللامبالاة، هو لا يعرف ليه نزل صلى الجمعة ولا أصلا جه متأخر ولا مشي ولا راح بعد كده عمل إيه، هو لا يفكر، الحياة بتدفعه، الناس نزلت تصلي فنزل يصلي معاهم، الناس في يوم ما نزلتش تصلي فهو مش نازل يصلي معاهم، انتقل إلى بلد عادي جدا إن المجموع يترك الصلاة فترك الصلاة، انتقل إلى بلد آخر عيب إن يتركوا الصلاة فصلى معهم، الحياة هي اللي بتدفعه لا يفكر. هذه مصيبة أن يصل إنسان في حياته إلى كأنه ما هي إلا حياتنا الدنيا عادي، نموت ونحيا، ناس جت وناس ماتت وإحنا جينا وهنموت عادي، لا يفكر لا يريد أن يقف مع نفسه، مش عايز يقف، يطلب منه أن يتوقف. اسأل نفسك هو أنا جيت هنا ليه؟ هذا الخلق المبدع ليه؟ هذا الجسد المتقن ليه؟ هذا العقل الذي يفكر لماذا؟ يسأل نفسه، هو أحيانا لا يبالي والعياذ بالله. المشكلة أن الإنسان يصل إلى مرحلة من اللامبالاة، والأخطر من ذلك مش بس أن يصل إلى اللامبالاة، أنه والعياذ بالله ممكن يصل إلى مرحلة من الغرور بالله. طب اللامبالاة أنت هتحاول تفوقه وتحاول تفكره بصاحبه اللي مات، تحاول تخوفه بمرض قد يأتيه، لأن الإنسان في لحظات الضعف، الإنسان ضعيف خلقه الله على هذا الضعف حتى يتذكر دائما قدرة الله عليه. لذلك كان المشركين
ويعني كان المشركون وهم في أعتى درجات الطغيان والشرك إذا كانوا في منتصف البحر وهبت الرياح وارتفعت الأمواج ألقوا الأصنام في البحر ودعوا ربنا مخلصين له الدين. إمتى عملوا كده؟ في لحظات الضعف. يبقى الغير مكترث ده أو اللا مبالي في لحظات الضعف يقدر من رحمة الله سبحانه وتعالى به أن يقدر عليه تلك اللحظات حتى يتذكر قدرة الله عليه. لكن المشكلة اللي عنده غرور بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك، اللي هو كأنه وصل لمرحلة نحن أبناء الله وأحبائه. يقول لك لا لا مش ممكن يكون ربنا ما بيحبنيش. طب ليه مش ممكن يكون رب؟ يعني على يعني جبت الثقة دي منين؟ أنا قدامك أهو كويس، أهو حياتي كويسة وعربيتي كويسة وأولادي كويسين، مستحيل مستحيل ربنا يديني الحاجات دي ويكون أنا. طب والمعاصي اللي أنت مسرف عليه مسرف فيها ومقيم عليها ولا تريد أن تتوب، والمال اللي أنت واخده من الناس والميراث اللي أنت واكله على الناس والربا اللي أنت بتتعامل بيه والفحش والبذاءة في اللسان اللي بتأذي بيها الناس، ده فين؟ لك لا 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 ما أصل طالما أنا حياتي كويسة وحياتي ماشية كويس لا يمكن. وده من التصورات الخاطئة عن معاملة الله للإنسان، إن طالما بتعبرنا كده طالما هي ماشية خلاص يبقى ما فيش مشكلة تبقى ماشية. أنا عايز أقول لك أنا إيه، جربت أصلي من غير الوضوء ونفعت ما حصلش حاجة، يعني أنتوا اللي مكبرين الموضوع. فعادي أنا حياتي ماشية عادي، يعني ما فيش مشكلة، أنتوا اللي مكبرين وعمالين تتكلموا في موضوع أصل الذنوب والمعاصي. طب ما إحنا قلنا من الأول إنسان يخاف من الذنوب وايضا يرجو رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين، قال لا تحقرن من المعروف شيئا، اوعى تبص على اي طاعه على انها قليله، وقال اوعى تبص على اي ذنب على انه قليل. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب، يعني اوعى تبص على طاعه انها عاديه ملهاش لازمه، الطاعه دي ممكن تنقذك. طاعة الصغيرة دي تبسمك في وجه أخيك، الصدقة الصغيرة خالص، الجنيه اللي انت لا تأبه له اللي هو ممكن يقع منك ما تجيبوش أصلا تعطيه لفقير في لحظة إخلاص وصدق، رب درهم سبق ألف درهم. إياك لا تحقرن من المعروف شيء. بس النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده إن ممكن الطاعة الصغيرة خالص دي ممكن تدخلك الجنة، أيضا قال ان الذنوب الصغيره خالص دي ممكن تدخلك النار، لان سان قال ان الذنوب الصغيره دي اياك ومحقرات الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بايه؟ قال كمثل اناس نزلوا بواد فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، ده جاب حطبه صغيره خالص وده جاب حته خشب صغيره خالص، وده كل واحد يجيب خشب صغير خالص، وبعدين الخشب الصغير ده عمل ايه؟ اوقدوا نارا عظيمه. الخشب الصغير ده عمل نار كبير، اهو الذنوب الصغيره دي اللي عادي انا مش مديلها اي اخوان وبتعامل معاها قد تجتمع على الانسان حتى يهلكنا والعياذ بالله. يبقى اذا الانسان ينبغي الا يصل الى مرحله الغرور بالله. مش معنى ان ربنا بيكرمك ما غرك بربك الكريم اغتررت به لكرمه عليك، بدلا من ان يشكر الانسان النعمه أكان هذا هو سبب الغرور؟ يعني بدل ما الإنسان يشوف إن ربنا بيكرمه ولا يعاجل له العقوبة بالدنيا يوم الإنسان يغتر ويستمر في المعصية. من التصورات الخاطئة إن بما إن أنا حياتي ماشية يبقى أنا صاحب. أيضا من التصورات الخاطئة يقول لك على فكرة أنتم مكبرين الموضوع، أنا فلان الفلاني أنتم كنتوا بتقولوا كذا حرام وكذا حرام وانتم متشددين، فلان الفلاني كان بيعمل كذا وكذا الحرام ومات موتة كويسة جدا ومات موتة جميلة جدا. فيقول لك خلاص، طب انت من القصة دي استفدت ايه؟ المفروض الانسان الطبيعي اما يسمع القصة دي لو افترضنا ان الموتة بهذه الطريقة علامة على شيء انه يروح يدور ويسأل كان بيعمل ايه من الطاعات سبب لهذه الميتة، مش يروح يسأل كان بيعمل ايه من المعاصي. يعني شيء عجيب جدا انه يقول لك انتم مكبرين الموضوع، فلان ده مات في المسجد ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمه، وفلان ده كان بيعمل كذا وكذا من المعاصي. انت استفدت ايه؟ خلاص ما هي واضحه، يبقى انا هعمل ايه؟
عمل كذا وكذا من المعاصي عشان أموت في المسجد. شيء عجيب جدا. شوف انظر كيف يلعب الشيطان ويعبث الشيطان بالإنسان، إنه يتصور إن المعصية هي التي كانت سبب. قد يكون هذا الرجل الذي ابتلي بالمعصية الظاهرة له خبيئة بينه وبين الله، حاول أن يتخلص من المعصية مرارا، جاهد نفسه مرارا، له بينه وبين الله سبحانه وتعالى عمل صالح لا يعلمه إلا الله، يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يتوب عليه. الله سبحانه وتعالى بينه وبين عباده أسرار. فتقوم أنت تأخذ هذا الظاهر اللي يعني المفروض بطبيعة البدهة للإنسان أنه يترك هذه المعصية، تكون هي الدافع أن الإنسان يقلده في هذا الأمر، شيء عجيب جدا. فإذا أحبتي في الله، من هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الآثار ينبغي على الإنسان الكيس الفطن أنه يجمع بين الخوف والرجاء. وكل إنسان هو رقيب نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مهما حاول يعتذر ومهما حاول أنه يبقى عنده حجج، والإنسان قد يؤتى فصاحة وقد يؤتى كلاما وقد يكون لسنا فصيحا في الدفاع عن نفسه، لكنه لن ينفعه ذلك، لن ينفعه ذلك يوم القيامة. فإذا حاول أن يدافع عن نفسه وحاول أن يقدم المعاذير، أنطق الله سبحانه وتعالى الأيدي، وأنطق الله سبحانه وتعالى الأرجل، وأنطق الله سبحانه وتعالى الجلود لتشهد على الإنسان وتقول يا ربي هو كاذب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مهما حاول الإنسان أن يحتج بهذه الحجج، فكل إنسان يلقى ربه سبحانه وتعالى فردا، كلنا يأتي لها سبحانه وتعالى فردا. فكل إنسان يعد الإجابة التي يلقى بها الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو أرأف الناس بأمته صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يضرب لنا مثلا يبين لنا مدى رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الهوام والحشرات والفراش يتساقط في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يدفع هذا الفراش وهذه الحشرات عن النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيمسك الإنسان من مربط الثياب، وده أكتر موطن الإنسان إذا أمسك رجل فيه يحاول السيطرة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوذي من قوة يحاول أن يدفع الناس عن النار. هذا الفراش الذي ينظر إلى النار على أنه شيء مضيء، على أنه شيء متوهج، على أنه شيء قد يكون فيه السعادة، فهو يلقي بنفسه في النار. هكذا الإنسان قد يظن بنفسه المعصية، قد يظن في المعصية السعادة فيلقي بنفسه في المعصية. فإذا حاول أحد الناس أن يصرفه عن المعصية اشمأز منه وغضب منه ونافره وفر منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يشبه الله سبحانه وتعالى حال الداعي الحريص على الناس الذي يدعوهم ويحاول أن يصرفهم عن المعاصي بحال الأسد أو الصياد الذي يجلب الفريسة وهي تفر منه وتجري بعيدا عنه. فهذا التصور الخاطئ عند الإنسان حينما يقابل من يعظه ويحاول أن يصرفه عن المعاصي ويفر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. إذن أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى كل آية فيها تخويف بعذاب الله سبحانه وتعالى، وإلى كل حديث حذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من النار، وإلى كل أثر من آثار الصحابة والسلف، وإلى كل خطبة، وإلى كل وعظ تسمعه على أن ذلك من رحمة الله بالإنسان. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لك أن تسمع إلى هذه الأمور، لأن البديل ما هو البديل؟ البديل والعياذ بالله، لماذا يغامر ويقامر الإنسان بحياته؟
لماذا يعرض الإنسان نفسه إلى أن يلقى في النار والعياذ بالله؟ الإنسان لا يتحمل ألم البعوضة أو النملة التي تقرصه. قرصة النملة أو البعوضة تزعج الإنسان، الإنسان بطبيعته في ضعف. تخيل حال الإنسان والعياذ بالله وهو يلقى في النار. انظر إلى حال الإنسان في تقلبات الجو، يعني شوية بس حر ولا شوية برد تجد الإنسان بيضجر، والإنسان يعني يصل إلى حالة من الملل. ماذا سيفعل الإنسان في النار والعياذ بالله؟ لا شيء يصرف عنه الألم، لا شيء يصرف عنه الملل، لا شيء يصرف عنه الصراخ والبكاء، لا شيء يصرف عنه الجوع والعياذ بالله. ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يقامر بحياته؟ ليه؟ هي كم عمر؟ الإنسان عنده كم عمر؟ لماذا يعيش الإنسان في حياته بطبيعة لا مبالاة؟ لا يشغله شيء. إلى متى؟ الشيطان يأتي الإنسان ويسوف له ويؤجل له، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طول الأمل يظل مع الإنسان ولو بلغ 60 سنة. فالإنسان يكبر ويكبر معه طول الأمل. يعني المشكلة أن الإنسان مش مثلا حاطط عمر معين، أول لما يصل إليه يبدأ يحاسب نفسه ويدين نفسه ويفكر في حياته. طول الأمل يأتي الإنسان، وبالرغم من ذلك يقدر الله سبحانه وتعالى أقدارا وابتلاءات تمر بالإنسان حتى يعود الإنسان إلى ربه. وما أن يخرج الإنسان من بلائه، وما أن يخرج الإنسان من منتصف البحر حتى يعود إلى ما كان عليه. يكون الإنسان والعياذ بالله في سيارة تكاد أن تسقط واقتربت من الحادث، فهو يلجأ ويضجر ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع، حتى إذا مرت الأمور وانتهى البلاء يكون الإنسان على فراش مرضه، والأطباء اجتمعوا على أنه قد يصاب بمرض مؤلم قد يودي بحياته. يلجأ الإنسان ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع، فإذا قال الأطباء نحن أخطأنا في التشخيص، إنما هو مرض عادي، وإنما هي أيام وتعود إلى حياتك، وهي أيام وعاد إلى معاصي. لماذا يعامل الإنسان ربه بهذه الطريقة؟ يقامر بمن؟ يغامر مع من؟ يغدر بمن؟ إنه يغدر بنفسه، إنه الآن يقامر مع حياته. كم رأينا من أناس يقفون على قبر صديقهم يبكون ويلجؤون إلى الله، بل ويعاهدون الله ألا يعودوا إلى ما كانوا عليه، وما هي إلا أيام، ثم يعودون إلى أسوأ ما كانوا عليه. لماذا يعيش الإنسان في حالة من الغرور؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يخلق الإنسان، أن يخلق الإنسان على صورة حمار، ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وأعطاه هذه الصورة الجميلة، وأعطاه هذا العقل، وأعطاه هذه المشاعر. ثم يدنس الإنسان نفسه وينزل إلى مرتبة أخص من مرتبة الأنعام والعياذ بالله. لماذا يدنس الإنسان نفسه بهذه الطريقة؟ الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان اليسر، يريد أن يدخلك الجنة، لكن الإنسان هو الذي يعاني. إذن أحبتي في الله، وحتى لا أطيل عليكم أكرر ما بدأت به هذه الخطبة، قول الإمام الزهري أن يتذكر الإنسان أنه مهما أسرف على نفسه من المعاصي يتذكر أن هناك بابا مفتوح، وأن هناك أمل أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن يحمل بين جنبتيه الخشية والخوف. فذلك الرجل الذي أسرف على نفسه في المعاصي، لأن المسرف على نفسه في المعاصي يعني هذا يأتيه الشيطان ويقول له ليس لك أمل. ذلك أكثر إنسان يعني يحتاج أن يسمع قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الكلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا، أكثر إنسان يحتاج أن يسمع هذه الآية ذلك الذي أسرف على نفسه في المعاصي وأتاه الشيطان وقال له ليس هناك أمل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني القضية لابد أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء. ثم قال الإمام الزهري ذكرنا بتلك المرأة التي أدخلها الله سبحانه وتعالى النار في هرة، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا،
الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يريد بهم اليسر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث، يبين النبي صلى الله عليه وسلم مدى سعة رحمة الله، وأن الإنسان الذي يقتحم النار بأعماله هو الذي أهلك نفسه بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله سبحانه وتعالى حسنة، فإذا عملها كتبه الله سبحانه وتعالى 10 حسنات، ومن هم بمعصية فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى حسنة، ومن هم بمعصية وعملها كتبها الله سبحانه وتعالى سيئة، وفي رواية واحدة. طب ما سيئة أصلا واحدة، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك. يعني لما يكون المعصية اللي ما عملتهاش تركتها لله بحسن، والحسنة اللي ما عملتهاش لظروف بعد أن همت بها بحسن، واللي عملتها 10 حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، ثم بعد ذلك المعصية بسيئة واحدة، فويل لمن غلبت أحاده عشراته. يعني كانت عشرات وتضاعف الحسنات، والمعاصي كانت واحدة بواحدة بواحدة، الوحدات دي الأحاد كسبت العشرات المضاعفة، يبقى هو اللي أجلب على نفسه أو جلب على نفسه هلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واجمع في قلوبنا بين الخوف والرجاء. اللهم وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مدلة. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا جلبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.